استاذ حسن الحسيني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في بيانات. بيانات اليوم شركه سباقه من نوعها في المجالات عم تشتغلوا فيها. لو نتحدث بعد اذنك عن تاسيس الشركه والانجازات اللي حققتها خلال سنتين او ثلاث سنوات الماضيه. شركة بيانات تعود كتأسيس أو تخصيص للمساحة العسكرية، أسست من قبل 40 عام، تم تخصيصها في بداية الألفينيات، وفي عام 2020 تم الاستحواذ على شركة بيانات من قبل مجموعة شركات الجي 42، ومن عام 2020 إلى الآن أصبحنا ندمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات والقدرات الجيومكانية اللي تقدمها شركة بيانات بشكل عام. منظومة الخرائط عالية الدقة أو الجيو ريفرنسينج بوينتس أو اللي هي النقاط المرجعية الذكية أو الدقيقة، هاي كلها خدمات تقدمها اليوم شركة بيانات، وتشارك أو تساهم مع شركات أخرى عالمية نشوف نستقطبهم إلى دولة الإمارات لنقدم قدراتهم طبعا أو دمج قدراتهم مع قدراتنا البنية التحتية اللي موجودة اليوم في شركة بيانات مع القدرات الأمامية كمنظومة سيارة ذكية أو طائرة ذكية أو مركبة بحرية ذكية تستخدم بيانات شركة بيانات وتقدمها كخدمة تخدم عدة قطاعات عامة. مشروعاتكم اليوم اللي على أرض الواقع أو أي نماذج قمتم بها ممكن لأي زائر أو أي مستخدم يستخدمها؟ صحيح، في عام 21 وبالتعاون مع دائرة البلديات والنقل مركز النقل الذكي سابقا حاليا ما تم تسميته بأبو ظبي موبيليتي أو أبو ظبي للتنقل، بدأنا مسيرة السيارات ذاتية القيادة في جزيرة ياس، وقدمنا من خلالها أربع سيارات ذكية. كان المشروع أو كانت أساسها أول منظومة ذاتية القيادة تقدم للجمهور على مستوى الشرق الأوسط في مدينة أبو ظبي، ومن 21-22 توسعنا جغرافيا لتشمل قدرات الأوبريشنز عندنا أو العمليات جزيرة ياس وجزيرة السعديات، وتوسعنا بعدد المركبات اللي موجودة. اليوم وصلنا ولله الحمد إلى أكثر من 400 ألف كيلومتر تم قطعه كسيارة ذاتية القيادة في شوارع أبوظبي بدون حوادث ولله الحمد. استقطبنا أكثر من 30 ألف متعامل كان حاب إنه يجرب السيارات الذكية. قدرنا من 30 ألف نوفر الخدمة ل 15 ألف بحكم قلة عدد السيارات المجربة اليوم. رأينا أيضا قوارب ذاتية القيادة وذكية، طائرات، ماذا عن هذه الخطوط الجديدة في عمل الشركة؟ طبعا بالنسبة للأنظمة ذاتية القيادة نحن متوسعين في ثلاث قطاعات، البر والبحر والجو. تكلمنا عن البر، في البحر أساسا جزء من الخدمات الجيومكانية اللي تقدمها اليوم شركة بيانات اللي هو المسح سطح البحر ومسح تحت سطح البحر اللي يسمونه ديجيتال سيرفيس موديلينج، فهي تحتاج الى انظمه يسمونها السونار، انظمه المالتي بيم والسنجل بيم سونار لتمسح المساحات اللي تحت البحر. فنستخدم او نستقطب الشركات اللي عندها ذاتيه القياده، مركبات ذاتيه القياده البحريه لتقديم او لتسهيل اليه استقطاب هاي الاستحواذ على هذه البيانات ومعالجتها بشكل مستمر وشكل متسارع. هاي بالنسبه للبحر. وفي الجو ايضا ننظر الى التصوير الجوي، ننظر الى النقل الذكي. الان نسمع دائما عن الاير تاكسي والشركات اللي تقدمها اليوم كنقل لوجستي او نقل جمهور عبر الاير تاكسي، وهي من المجالات اللي نشارك فيها اليوم ونساهم ونستقطب الشركات المتقدمه فيها ان شاء الله نكون نشتغل معاهم نحن في شركه بيانات. شكرا استاذ حسن، شكرا على كل هذه المعلومات المهمه. اهلا وسهلا فيك يا مرحبا، شكرا.